أطلق حزب مستقبل وطن فعاليات المؤتمر الجماهيري الثاني بمحافظة جنوب سيناء لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. أقيم المؤتمر بالاستاد الرياضي بمدينة طور سيناء بحضور قيادات الحزب ولفيف من جميع الأطياف. وأفاد الحضور أن المؤتمر تأييدا للرئيس السيسي يأتي دعما للاستقرار والتنمية في كافة المجالات وفي جميع أنحاء الجمهورية. احنا النهارده ده مؤتمرنا الثاني بعد المؤتمر الاول الحاشد في مدينه شرم الشيخ. طلبت والله مدن النهارده خليج السويس ان يكون في مؤتمر حاشد زي اللي قبله، وده بيدل على حب الناس ومدى قابليه الناس ان يكون لهم متواجدين ويكون لهم كلمه في محافظه جنوب سيناء ارض الفيروز، كلمه دعم وتاييد للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بتأيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحله القادمه، لانه فعلا راجل المرحله القادمه، ونعتبره رد جميل، يعني رد جميل للانسان، عمل جمهوريه جديده وبنى البلد وبنى الانسان ذات نفسه. طبعا شايفين التنميه وتنميه ملموسه، لازم نساعد ان احنا ننزل وندعم لاستمرار المسيره الاقتصاديه والسياسيه والتنمويه، زاد الحفظ على الامن والامان. احنا النهارده جايين نأيد سياده الرئيس رساله حب وتأييد لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيره البناء والتنميه، وربنا يوفقه ان شاء الله لفترة رئاسية جديدة إن شاء الله. طبعا احنا كأمينة مرأة مركزية على مستوى الجمهورية وخاصة محافظة جنوب سيناء، طبعا نزلنا عملنا مبادرة كلنا معاك بنطرق البيوت، ونزلنا للوديان والتجمعات بنوعي المرأة البدوية للمشاركة، والمشاركة مهمة من أجل الأمن والأمان والاستقرار والوطن، ولازم يبقى فيه حضور، وبيبقى فيه حضور فعال لأهالي محافظة جنوب سيناء.